هل أنتم مستعدون لكشف أسرار القرآن الكريم؟ هيا بنا نستكشف معاً الإعجاز العلمي في آياته. فالقرآن الوحي الإلهي الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزخر بالعديد من المعجزات التي تبرهن على عظمة الله. سنتناول اليوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، تلك الآيات التي أنزلت منذ أكثر من 1400 عام ولا تزال تدهشنا حتى يومنا هذا. تعرف المعجزة في القرآن بأنها حدث خارق يتحدى قوانين الطبيعة ليؤكد صحة رسالة النبي. فعلى سبيل المثال، يذكر القرآن شكل الأرض الكروي ودوران الشمس قبل أن يثبت العلم حقيقة ذلك بوقت طويل. إن اكتشاف هذه المعجزات لا يعزز إيمان المسلم فحسب، بل يعمق صلته بالقرآن وقيمه. فمن علم الفلك إلى علم الأحياء، تتوزع البصائر العلمية في القرآن عبر مجالات مختلفة لتكشف عن جمال خلق الله ودقته. لذا واصلوا الاستكشاف والتساؤل، واجعلوا إيمانكم دليلكم. إن عجائب القرآن تنتظركم.